نحضروا هنايا بسم الله رايحين نحضروا راس تاع شوفلير. هنا الشوفلير راه متواجد وكل عائله وشوف تدي واحد كبير ولا صغير ولا هنا ندو راس تاع شوفلير نغلوه مع شويه ملح. ما يدير الاخ الملح وندو ريق رند معاه سنينه ثوم وندو عصير قارص ولا خل كيما حب الاخ وشويه تاع قصبر. هنايا لا مكان قصبر اللي يكون غبره شويه برك ينحي هذيك الريحه تاع الشوفليغ. نحتاجو ان بورسيون دو فرماج هذه الاولى. نحتاجو بياض تاع دجاج صدر دجاج ان بلون دو بولي. نحتاجو نص حبه بصل. نحتاجو سنينه ثوم. عندنا مغرف زبده وشويه زيت باش نقلو الدجاج تاعنا وعندنا ملح وحرور. هادو هما اللي نسحقو ريق رند وكاس تاع ما هادو باش نطيبو لو بولي تاعنا. هنا نعاود نذكر بال وسات تاعنا. عندنا راس تاع شوفلير هنا الاخت كيما نقولو تغسله وتنقيه مليح وديرو في طنجره ودير معاه الماء. عندنا ملح وريق رند سنينه ثوم وعندنا الملح شويه ملح والعصير تاع حبه قارص ولا تدي الخل الفينيغر وتدي شويه تاع غبره تاع قصبر مطحون غير شويه باش يقلع عليها هذيك الريحه. هنايا هذا الشوفلاغ تاعنا راهي تغلي فيه الاخت من بعد اللي طيب تصفيه وتخليه يقطر بجيه. نحتاجو عندنا ان بورسيون دو فرماج ولا تدي حبيبات دي بورسيون كيما حبت الاخت. هنا عندنا صدر تاع دجاج تدي الاخت لو بلون وعندنا نص حبه بصل سنينه ثوم الملح عندنا سنينه ثوم وعندنا الزبده والزيت. هنا تخلط الاخت باش يجي لو بولي تاعنا مليح ونديروا التوابل. عندنا غير ملح وحرور وريق رند والماء باش تمرق الطياب تاع الطاجين تاعها. هنا تاخذ الاخت ثاني لو بلون دو بولي تاعها ثاني ديروا في طنجره تقلي البصل هو الاول مع ديك السنينه تاع الثوم والزبده والزيت تقلي مليح داك البصل. دائما كي نقلوا البصل افون ما نخلطوش الدجاج مع البصل باش ما يطلقولناش الميتو. هي الاخت تقلي البصله مع الثوم مليح بديك شويه تاع الزبده وشويه الزيت. كي تشوفها تقلى مليح دير هذاك لو مورسو دي بولي وتكمل التقليه تاعها. تقلي مليح ومن بعد دير توابل. عندنا ملح حرور ودير ريق رند وتمرق بكاس تاع ما ولا زوج كيسان ما هي لو طون اللي كي نقولوا يتغطى شويه الدجاج وتخلي هذاك الدجاج تاعها يطيب. هاو الدجاج طاب والشوفلير تاعنا صاير راهو طايب. تاني هو الشوفلير صفيناه وتدي ان بلا اللي روح للفرن. هنايا تدهنه مليح وتشد هذاك الراس تاع الشوفلير نقسموه على زوج ولا ثلاثه كي نقولوا 3 بارتي ولا 2 بارتي. تدي الطرف الاول تدي شويه من هذاك الشوفلير الرسام تاع الشوفلير وتحطهم في البلا ما تحطهمش هكا كي نقولوا دي بوكي. تسي غير بيدها هكا تفتت باش تسوي لو بلا تاعها. تفتها مليح وتزيد دير فوقو هذاك الدجاج اللي طيبناه راهي طيبت الدجاج ابيض ووسطه فتيه مليح وديريه فوق داك الشوفلور وداك لو بورسيون دو فرماج تاعنا. رانا درنا الفرماج تاني تسي كاع هذاك لو بولي تاعها تغطيه بالفرماج. هنايا لا كان عندها من الممكن تدي البورسيون تاع الفرماج وتقطعها هكا دي كاغير كيك وتسي قاعد تسدفه فوق الدجاج. هنا خلاص رانا كملنا. تزيد هذاك اللي بقى لهذاك الشوفلير تغطي الدجاج والفرماج تغطيه مليح قاعد تسويه فاني وهذوك لي بوكي ما تخليهمش هكا كي نقولوا كبار. تسي غير بيدها هكا كي تسدف تفتح بيدها وتخليه بجه. هنا نوجدوا اون بيشاميل. هنا الاخت توجد اون بيشاميل تاني تدي مغرفه ولا زوج تاع زبده كما العادة. رانا تعودنا باش دايما ندو راهي الأخت تعرف تحضر البيشاميل تاعها. هنايا اليوم ما نديروش الحليب نديرو المرق اللي صفيناه اللي طافيه الدجاج. ما تديش الحليب اليوم تدي غير كاس ولا زوج سا ديبون. لا دات زوج مغارف تاع دهان وزوج مغارف فرينة تدي زوج كيسان تاع مرق. هنايا الأخت ما تسيب باش ما تعمرش المغرفة تاع الفرينة مليح شويه باسكو علاه نسحقوا لا بيشاميل شويه تكون خفيفه باش تدخل لنا لداخل في الشوفلير. هنا الاخت نضر راهي فهمتني طيب لا بيشاميل تاعها وتخليها شويه خفيفه
طيبناها ومن بعد تشد تكب كاع هذاك تسيق كاع تواسي تغطي هذاك الشوفليغ تاعها تغطيها مليح وبفرشيطه ولا تسيي هكا دير ثقب باش تدخل لا بيشاميل لداخل غير بهكا غير بشويه بلا ما تخسر غير بشويه غير هكا باش تدخل هذيك لا بيشاميل باسكو راهي خفيفه شويه تكمل كامل وتنطر الفرماج فرماج غابي اللي عندها نعرفوا ان الفرماج هو اللي يعطينا هذيك القرمشه من فوق ويعطي اون بيل كولور فوق لو غراتان هذا هو لو غراتان تاعنا اللي طلبوا لي الاخ محمد نتمنى ان شاء الله راه في الاستماع وشهية طيبه للجميع لان لاباط فيتي لاباط فيتي تدي الاخت 200 غرام تاع فرينه هنا عندو 200 غرام تاع فرينه عندنا قرصه ملح والماء هذه لاباط الاخت تدي ديك 200 غرام تاع فرينه وتخلط العجينه تاعها وتحصل على عجينه ماهيش طريه بزاف ماهيش يابسه بزاف كيما الاخت مداريه ترول العجين تاعها وخلوها بجي هذه الاولى ليتاب الاولى هذه العجينه تحتاج 150 غرام تاع زبده التوريق وهنا نذكر الاخت هنا كي هذيك لي 200 غرام دو فاغي اللي ديناها وخلطناها تما يولوا لنا عندنا تولي عندنا واحد 300 غرام حتى 315 غرام تاع عجين اللي بها اللي دينا النص تاعها زبده هناك الاخت كي تدي العجين توزنه هاد العجين هذه 200 غرام تعطينا القيس تاع 300 حتى 315 320 غرام تاع عجين دينا لها النص تاعها تاع الزبده هنا نبداو الاخت هذيك العجينه تاعها اللي دارتها الاولى هي الاولى تبدا بالعجينه ديرها انبول وتخليها تريح ودور للزبده تاع التوريق هنا ديرها انتر دو بلاستيك دير ساشيه من تحت ساشيه من فوق وتشد غير بالحلال وتضربها حتى ترجعها هكا اون فاي رقيقه باش ما تغبنهاش في الفيتاج تاعها خلاص راهي وجدت هذه تحل العجينه تاعها الاولى تبدا بالعجينه تاعها ديرها مدوره وتحط هذاك لو ريكتانغل تاع الزبده اللي خدمتها تحطها في الوسط وتبلع كي اللي راهي تبلع في انفلوب تبلعها مليح وتسويها مليح تبلع لي كوتي باش ما يخرج لهاش زبده وتشد بالحلال تسيي تضربها كات باش تدي للطول وتدي للعرض وتبدا تحل هنايا غير هذوك الضربات اللي نعطوهم بالحلال هي غير باش نفوتوا الزبده في العجين باش تمشى لنا الزبده في العجين وتبدا الاخت تحل العجينه تاعها طول راهي تحل فيها غير بشويه وتطبقها تعاود تطبق تجيب الفوقانيه للوسط وتطلع الجهه التحتانيه ثاني ويتلاقاو صافي راهي العجينه طبقت اون 3 على 3 هنايا خلاص راهي طبقت تسيد الاخت تدورها ربع دوره كي نقولوا لها كانت الحله من في قدامها تدورها على يدها اليسرى ولا اليمنى باسكو لازم نبداو كي نبداو كي نكملوا الاخت هنايا لازم نفهمهم مليح باش ما يغلطوش في العجينه هنايا كي لوينا العجينه تاعنا راهي مقابلتني دوك ندورها غير من جهتي اليد اليمنى ونعاود نحلها هاي الدوره الاولى فاتت نزيدو نحلوها ثاني طول ونعاودوا كيما درنا المر الاولى نديروا المر الزوجه هنا الاخت هاي عندها دو تور ديرها في ان ساشي مع دوك نعرفوا راها سخانه شويه ديرها في ان ساك بلاستيك وديرها في الثلاجه تخليها تريح واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه ونعاودوا نكرروا العمليه 3 فوا خاص العجينه تكون عندها 6 تور ولا كانت الاخت ما حباش تطول بزاف على روحها دير لو تور الثالث ديروا دوبل دوبل هي العجينه ديرها على زوج في الوسط والزوجه اللي طلعها من تحت ثاني ديرها على زوج وتلاقيهم صافي ولو عندها ربعه تاع العجينات صافي هذه هي العجينه دوبل وتخليها ثاني تريح وتحلها هنا نبداو نحلو راهي عن العجينه تاعنا عندها 6 تور 6 دورات تحل العجينه تاعها وراهي موجده لي مول تاعها اللي تقطع بهم حنا درنا اليوم غادي نحضروا لي فولوفون تقطع العجينه تاعها ديرها رقيقه واحد سنتيم ولا وتحل ديرها دائره ولا كاغي ولا كيما حبت لي فولوفون كيما حبت الشكل اللي بغاتو هنا نحلو الاولى نحطوها نبلعها واللي نديروها من الفوق الاخت شويه ترققها للتحتانيه ترققها شويه ونديرو هنايا زوج تاع
لي كاري ولا لي سيركل، تدي زوج اللي متقوبين من الفوق، تدي زوج هنا باش تفهمني الاخت، تدي زوج هاي تحط الاولى اللي قطعتها ودي لها الماء، هنا ما نديروش البياض البيض ولا البيض ولا، تدي الماء بالبنسو وتحط الاولى اللي تقبتها تحطها، تزيد الماء فوقها وتزيد الزوجه، تلصق زوج وحده من تحت، هاي كملت كاع. وقبل ما ننسى لازم العجينه التحتانيه تقابها بلا فرشات، حتى تقابها باش تحط الفوقانيين اللي متقوبين. هنايا راهي كملت كاع الاخت لي فولوفون تاعها، تسيي ديرهم في الثلاجه في المجمد، من الاحسن يكونوا في المجمد باش كي تجي طيبهم هكاك من المجمد، دير لهم صفار البيض من الفوق تسيي باش ما طيحش منه من الصفار باش العجينه تاعها تطلع، وراهي مسخنه الفرن وديرهم يطيبوا، هاي العجينه تاعها تجيها شابه وتطلع، الا كانت بارده ومليحه متلجه تطلع لها مليح. هاهم لي فولوفون تاعنا وجدوا، دوك نمروا لطريقه الحشو. هنا الحشو كل اخت والمقدور تاعها، انا نعطيهم حشو والاخت كل وحده. هنا نحتاجوا لحم مرحي، لحم مرحي كيما تاع البوراك، تدي الاخت صغير شويه باسكو ما يدوش بزاف، تدي واحد 250 غرام ولا، وتدي لها حبه بصله مرابيا، عندنا شويه ملح شويه حرور شويه قرفه، مغرف تاع زبده، وندو توجور كيما تعودتوا معايا اللحم انا تاع البوراك دائما ندير فيه شويه ماء، تدي نص كاس ماء ولا كاس تاع ماء وتخلط مليح هكا اور دو فو، ما تقليش برا على النار، تخلط هذاك اللحم كاع بالمغرفه تاع اللوح وتدخل كاع في هذاك الماء وهذاك باش من ديره فوق النار ما يديرلهاش كتل. هنا خلاص راهي حلاته كاع مليح في داك الكاس تاع الماء ودارت له التوابل والزبده، راهي دير الطنجره تاعها طيب، راهي تحصلت على اللحم كيما تاع البوراك. وندو الشامبينيون، شامبينيون ثاني تقليه بمغرف تاع زبده كيما تعودوا معايا، شويه ملح وشويه حرور، ومغرف تاع الزبده هذيك تقلي مليح هذوك لي شامبينيون وتوخرهم بجيه. الا كانت كاين لي افراد العائله ما يبغوش لي شامبينيون هكا، اي كي يتقلاو الاخت تفوتهم في الروبو، تفوتهم في الروبو شويه ما يبانوش، ولا كانوا ما عندهمش حاجه تديرهم كيما كانوا. هنا تقلي هذوك لي شامبينيون يتوخرهم، وتجيب قيس كي نقولوا قيس المغرب، خلاص كي يقرب المغرب باسكو ما يدوش بزاف راهم طايبين، تشد الاخت هذاك الثقب الوسطى اللي دارته في الوسط، تشد غير بيدها كات تسيت تهود هذيك العجينه اللي طلعت غير بيدها باش تعمر الثقب تاعها. هنايا ندير الحشو ودير اللحم تاعها من تحت، وهنا مام الاخت نذكر الا ما عندهاش اللحم، اللحم دير دجاج نورمال، ثاني الدجاج يخرج به شباب والدجاج مرحي، ثاني دير له لا ميم فاسون اللي درت اللحم، تدي الدجاج صدر الدجاج مرحي ودي له حتى هو التوابل تاعو يخرج كيما اللحم. هنايا نبداو نعمرو في دوك الثقب تاع لي فولوفون، تعمرهم باللحم وتزيد فوقهم لي شامبينيون، لي شامبينيون. وهنا راهي موجده الاخت لا كريم فريش ايباس، خصنا لا كريم فريش ثقيله، الا ما كانتش ثقيله معليش الخفيفه ليكيد، هنا من الاحسن لقعت اللي تكون ايباس ثقيله، تدي منها مغرفه وديرها فوق هذوك لي شامبينيون، تدي كامل هذوك تستف كاع دوك لي فولوفون تاعو حرام معمرين، تزيد فوقهم هذيك لا كريم فريش وديرهم في الفرن، قيس اللي تهود برك هذيك تشوف بلي لا كريم فريش راها هودت كاع للحم وتعطيها تعطي بنا للشامبينيون وللحم تاعنا، تنحيهم من تبغي تقلعهم من الفوق دير لهم شويه فورماج غابي من الفوق، غير شويه هكا من الفوق تحط كاع شويه شويه وتشعلو غير لا غير الفوقانيه، تقيس الليدو بالفورماج وتنحي لي فولوفون تاعها، هادو هما لي فولوفون. وحتى القيس المغرب الاخت وتحضرهم باسكو ما يدوش يا ربي 10 مينوت ولا التحضير تاعهم باسكو صاير راهم طايبين راهم واجدين. نتمنى الاخت فاطمه اللي طلبت لي لي فولوفون راهي في الاستماع وش هي طيبه للجميع. عندنا العش تاع لي بوم دو تيغ، بطاطا بطاطا ندو، عندنا زوج مرصوات تاع الدجاج، هنا الاخت تدي لو بلا وتدي الفخيط، نحتاجو حبه بصل، ندو سنينه ثوم، عندنا ورقه رند، ونحتاجو كما العاده تعودنا ندو زبده وشويه زيت. هنا الاخت باش يجيها الطياب تاعها بنين دائما ندخلو ديك المغرفه تاع الزبده
وشويه زيت. التوابل ندو ملح حرور، شويه سكنجبير وقرفه، وندو كاس بالطبع كاس تاع ماء ولا زوج باش نمرقو. نعاود المرقه هي الاولى، عندنا زوج مرصوات تاع دجاج، وهنا الاخت سا ديبون كل وحده وافراد العائله تاعها. ندو حبه بصل، سنينه ثوم، وريقه رند، شويه زبده وشويه زيت. هنا تخلط الاخت، عندنا ملح حرور، شويه سكنجبير والقرفه، ونزيدو شويه ماء باش نمرقو الطاجين تاعنا. توجو الاخت تغلي الماء باش تمرق، عندنا كاس ولا زوج. نحتاجو معدنوس. الاولى نبدا بالبطاطا، انا ندو البطاطا سا دي بونتاني الافراد العائله، اربعه ولا خمس حبات الاخت هنايا تاع بطاطا. نحتاجو معدنوس، البيض فاني سا دي بون، تدي زوج حتى الحبه، الا كان عندها كونتيتي كبيره تدي زوج بيضات، كانت كونتيتي قليله تدي غير حبه. وعندنا مغرفه تاع مايزينا حتى هي، وعندنا ملح وحرور. هنا خلاص رانا الدوزيام ايتاب، نمروا للتجهيز تاع الطاجين تاعنا. هنا نبداو بالمرق. المرق هي تدي الاخت، انا قلت لها زوج تاع لي مورسو، عندنا مورسو نديروا به المرق، ولو بلون كي نقولوا الصدر تاع الدجاج توخره بجيه. هاي دات هذاك لو مورسو تاع الدجاج الفخد، هاي دارت له ديك الحبه تاع البصل والسنينه الثوم والزبده والزيت، تقلي مليح، ومن بعد دير ديك الورقه تاع الرند لي زيبيس وتمرق، ورانا المرق تاعنا راه يطيب. نمروا الان للبلون دو بولي، عندنا صدر تاع الدجاج، ثاني الاخت تطحنه ولا تشريه مطحون كيما حبت. هنايا ندو له نديرو ليه سنينه الثوم، عندنا ملح، عندنا حرور، معدنوس، وبياض بيضه، هادو تخلطهم مليح تتحصل على. هنا الاخت تزيد معاهم مغرفه تاع شابلور خبز يابس باش تجيها البلون تاعها طري. نتخلط مليح وتسيد ديرهم غير كويرات صغار، كويرات صغار صغار بالبزاف قد الحبه تاع الزيتون ولا هكا سيتو، تفوتهم كاع مليح، تكور كاع الكويرات تاعها تاع اللحم، وتفوتهم في شويه ثاني، شويه تمررهم في شويه دهان وشويه زيت، تقليهم مليح تحمرهم وتوخرهم. هاي لا دوزيام ايتاب. نرجعوا للبطاطا دروك. البطاطا الاخت هنا تقشرها وترابيها في لاراب رقيقه، ترابيها مليح كاع، كي تكمل راها تطلق لها الماء. هنا الاخت تدي لها شويه ملح وتخليها شويه غير واحد الخمس دقائق ولا، ترجع ليها تصيبها كاع فقدت هذاك الماء تاعها، تعصرها مليح، ديرها في كسكاس تعصرها مليح وتخليها تكتر، ومن بعد نعاودوا نرجعوها في سلادي اللي غادي تخدم فيه، ودير لها المعدنوس، وندير لها حبه بيض قلت لك الا كان الافراد العائله قاويه ودتي بطاطا بزاف ديري زوج بيضات، كانوا قلال ديري غير حبه. وعندنا المغرفه تاع النشا مايزين، تخلط مليح بلا ما نساو التوابل، عندنا ملح وشويه حرور. تخلط الاخت كلش مع بعض، ونرجعوا دروك للقليان تاع هاد البطاطا. بطاطا الاخت راهي دايره الزيت مقله تاعها، هنا الاخت تسيب باش ما تديش كي نقولوا مقله كبيره، تدي غير هكا مقله صغيره، وبيان كاسرول كسرونه كسرونه هكا باش تقلي غير بالحبه ولا بالزوج، باسكو علاه كي تقوي الزيت بزاف ومن بعد لازم تتغطى البطاطا تاعنا. هنايا تدي الكرات الاخت وتوجد هنايا فيها هاد البطاطا، توجد زوج تاع لي باسوار تحديد، من الاحسن تحديد باسكو بلاستيك يذوب لنا، تدي زوج تاع الصفايات باش تفهمني مليح الاخت تاع حديد، اللي يكونوا صغار الحجم تاعهم صغير بالطبع. هنا تكور الكره الاولى وتسيب يدها تحلها كاع في ديك الصفايه حتى تدي لا فورم تاع الصفايه هذيك اللي دارتها تاع اللي نصفو فيها الحليب هكا باش تفهمني. ديرها ومن بعد تحط صفايه وخد اخرى من الفوق، صفايه هذيك الزوجه هاي تشد لها لا فورم باش تتحصل على بطاطا كي العش. هنايا دير حبه من التحت صفايه، دير فوقها البطاطا وتسيي هكا بيدها، دير كي نقولوا وتحط الصفايه الزوجه تضغط ودير الصفايه في الزيت، وراهي شدتها، هاي شدتها بيدها حتى تدي الشكل تاع هذيك الصفايه. كي تشوفها تحاول هنايا الاخت ما تطلقش النار بزاف باسكو تجيها خضرا من الداخل، تسيي راهي الزيت سخونه تنقص النار وراهي تقلي غير بشويه غير بالحبه بالحبه حتى تكمل كاع الكيمياء اللي عندها، وراي دايره بابي ابسوربون تخليهم بجي. هنا خلاص راهي المرقه طابت،
البطاطا راهي طابت ولي لي بولات الثاني راهم طايبين. هنايا الاخت هذا العش تاعها تسيي ديروا في ان بلا اللي روح للفرن ثاني، وهذوك لي بولات اللي عطيتهم لها ديرهم تسيي تعمر بهم هذاك العش، ودير فوقهم فرماج غابي تسيي غير هكا غير تنطر كاع فوق هذوك لي بولات لو فرماج غابي، ودير لهم غير غير لا كريم الفوق، ما ديرش باسكو كلشي راه طايب، دير غير لا كريم باش يذوب هذاك الفرماج فوق لي بولات تاعها، وتحضر طبق تاعها. راهي عندها ان مورسو تاع الدجاج اللي راه طايب تحطه في الوسط. هنا الاختي اللي حبت تدير شويه حميمصه في الحمص في المرق دير، سينو تخليها غير هكا مرقه بيضاء، دير لو بولي تاعها وتستف هذوك توتوتو هذوك ليني العش اللي تحصلت عليه، ودير المرق هكا ومعدنوس بلا ما نساو معدنوس. هذه هي الطبق، يعني حضرت اليوم معايا لو بلا تاع اللوبيا خضراء. شو زوج حبات تاع بطاطا تكون كبيره شويه متوسطه، عندنا رطل تاع اللوبيا خضراء، عندنا 250 غرام لحم مرحي، نحتاجو زوج سنينات ثوم، نحتاجو حبه بصل، زوج مغارف تاع زبده ولا ثلاثه، عندنا بورسيون دو فرماج، وعندنا شويه فرماج مبشور. نستحقوا التوابل ملح وحرور، عندنا كمون، ونحتاجوا الزيت للقلي تاع البطاطا. هنا نعاود هذه ومن بعد نرجعوا للصوص. عندنا زوج حبات بطاطا، هنا الاخت يكونوا شويه بطاطا الحجم تاعها شويه مليح صاديبون الافراد العائله تاعها، تنقيها وتقطعها اون بتي دي وتقليها. هنايا كي تقليها توخرها بجيه. هنا نحتاجو اللوبيا، عندنا رطل تاع لوبيا، 250 غرام تاع لحم مرحي، زوج سنينة ثوم، عندنا حبه بصل، عندنا الزبده زوج مغارف حتى لثلاثه زبده، عندنا بورسيون دو فرماج، وعندنا شويه مبشور فرماج غابي غير شويه الاخت انا تدي، والتوابل عندنا ملح وحرور، وعندنا الكمون والزيت للقلي. هنا نحتاجو لهاد لو بلا تاعنا، نستحقو صوص بيشاميل، نقولو صوص مورني. عندنا نحتاجو زوج كيسان تاع حليب، زوج مغارف تاع زبده، وعندنا كيما العاده زوج مغارف تاع فرينه، ونحتاجو لها ملح حرور، ويلا عندها الاخت جوز الطيب. نحتاجو لهاد الكمية زوج صفار بيض، وخمسين غرام تاع فرماج غابي. نعاود هنا الأخت تدي لا بيشاميل تاعها تخدمها عادي، تخدمها عادي كيما العادة، دينا ندو الفارينة والزبدة تحمصها مليح في داك الزبدة، ومن بعد تزيد الحليب وتخلط حتى تتقل العجينة تاعها لاصوص تاعها، ومن بعد نزيدو توابل ملح وحرور، وتوخرها على النار. راهي خلاص تقلت، دير لها هذوك زوج صفار بيض وتزيد لها هذاك الفرماج غابي. هنايا هاي لاصوص تاعها راهي واجده. قبل ما نبداو في لاصوص نمروا للطريقه تاع التحضير تاع الطاجين تاعنا. هنا دينا البطاطا قليناها وخرناها، نروحوا للوبيا. هنا الاخت اللوبيا تنقيها وديرها تفور، ديرها تفور. هنايا تفور ببصله، دير بصل غابي، سنينه ثوم، شويه ملح وشويه كمون، تخلط مليح مع هذوك اللوبيا، وتغطيها بالبلاع تاع كي نقولوا تاع الكسكاس، وتخليها حتى تفور مليح تولي فوند طريه. هنا خلاص راهي طابت. نرجعوا لللوبيا راني قلعتها، نديروها في مقله. مقله دير لها مغارف تاع الزبده اللي قلت لها، زوج مغارف ولا ثلاثه، وتقليها، تقليها مليح مليح، تقلي مليح هذيك، دير لها سنينه، تزيد لها سنينه ثوم باسكو الثوم هذيك سنينه طابت معاها، تزيد لها سنينه ثوم، ودرنا الزبده وتقليها مليح، ومع التالي تزيد لها الطرف تاع الفرماج اللي عطيتو لها هذاك البورسيون دو فرماج. تسيي الاخت راهي تقلى، راهي تقلي فيها، وراها هذاك الفرماج راهي يذوب معاه. خلاص راهي كي نقولوا دابت، كملت وخرتها. طيب تاني اللحم مرحي كيما من العاده ما نعاودولهاش،
باش نربحو شويه وقت. هنا اللحم كيما درنا تاع البوراك راني مديتو من قبل، راهي حضرت اللحم، حضرت اللوبيا، وحضرت لا بيشاميل تاعها، وحضرت البطاطا. هنا تدي الاخت اللوبيا ديرها تقسمها على زوج من الاحسن، الا كان ان بلا صغير، الا كان بلا كبير معليش. هي من الاحسن دير البطاطا من تحت اللوبيا وتزيد البطاطا فوق البطاطا، تزيد داك اللحم مرحي وتكمل ما تبقى اللوبيا، اللوبيا تاعها، ودير هذيك لاصوص اللي مديتها لها. لاصوص هنا مد لاصوص من فوق، ما ديرلهاش الفرماج باسكو راه فيها لداخل الفرماج. هنا تسي دير انصاص شويه، ما ديرهاش ثقيله بزاف باش تدخل لها في الداخل مع اللوبيا ومع البطاطا. غير تسوي كاع هذاك لو بلات تاعها مليح بالمغرفه، وديرو ثاني على دغني، قادره تحضرها الصباح حتى يولي قيس المغرب، ديرها في تشعل الفرن واحد 5 مينيت ولا 10 مينيت، طفي من تحت وتعاود تشعل له لاكغي من الفوق غير باش يتحمر شويه ويدي اون بيل كولور. هذا هو الطبق تاعنا اللي حضرناه اليوم، غراتان تاع اللوبيا. قلت لك عاودي لي الشاميه، رايح نعاودها بخفه. عندنا كيلو تاع سميد، تدي الاخت كيلو تاع سميد لا دومي غوس من نوع الجيد. عندنا رطل تاع سكر، مغرفه تاع لافاني، قرصه ملح، كاس زيت، وكاس ما زهر. نمروا للشربات، نحتاجوا رطل سكر، لتر تاع ماء، ونزيدوا لها كاس من الفوق. صافي ولي عندنا يطرو وكاس. ديرهم الاخت، ديرهم فوق النار كي يغلو، وابتي في مشي غون فو ما تحصلي حتى على حياه. هنا ديري كي تغلي نقصي لها النار وخليها تغلي ربع ساعه ولا 20 دقيقه، زيدي لها كاس ما زهر وطفيها. من بعد اللي تزيد لها كاس تاع ما زهر خليها تغلي غليه، حتى يغلي غليه وطفي. هنا الشربات تاعك لازم تكون بارده، والعجينه تاعنا نعاودها لك بسرعه. عندنا السميد تاعنا، عاودينا السميد، درتي معاه السكر، درتي معاه لافاني، الملح، خدمي مليح، خلطي مليح هذاك السميد مع السكر مليح حتى يدخلوا، ومن بعد زيدي لهم الكاس تاع الزيت. الزيت ثاني بسيها مليح حتى قعدك السميد يتشرب من هذاك الزيت، راكي تخدمي بيدك بلا ما تقلقي. اون ديرني نزيدوا لها المزهر. هنا المزهر ديريه بشويه، كلي راكي كلي راكي تفتلي في الطعام، راكي ترشي وتفتلي بيدك، ترشي وتفتلي حتى تشوفي كاع داك السكر داب. كي يدوب لك السكر خلاص راكي تحصلتي على العجينه تاعك، تكون هكا شابه طريه. دهني لو بلا تاعك بالزيت ولا بالزبده كيما حبيتي، وديريها العجينه تاعك في لو بلا، سويها مليح بيدك وبيان بلا كويغ بالظهر تاع المغرف، سي كاع واسيها باش ما تجيكش جهه مايله وجهه طالعه وجهه هابطه، وقطعيها وديري يا حبيبه لوز يا حبيبه كاوكاو. هنايا وديريها طيب، ديريها طيب. كي طيب هنا طيب ثاني يلعب دور. هنا كاين الاخوات اللي يديروا الشاميه تاعهم طيب، ولا ما حمرتش من الفوق راها قاعده تقارع لها حتى تحمر من الفوق، هنا خطا، راهي تشربها الكوشه وتيبس لكم. هنا ديري لو بلا تاعك كي طيب، وثاني راه لو بلا الكوشه راهي سخونه، ديري لو بلا ونقصي النار. كي تشوفيها بدات تحمر في الحواف، الحواشي كي نقولوا كامل صاير داير، تشوفيها حمراء وفي الوسط قعدت بيضه، طفي من تحت وشعلي من فوق. هنا كي تشعلي من فوق قابليها باسكو تم تم تحمر. كي تشوفي حمارت كاع بدات تبان كولور تنحيها وتسقيها بهذاك السيرو. شايلة السيرو لازم يكون بارد، هي راها سخونه السيرو بارد. كي تسقيها راكي تسقي فيها، كي تبقى لك هكا من الفوق تبان لك راها يابسه ومازال ما السيرو قعد فيها من الفوق، ما تواسيش، خليها. جيبي ان بلاستيك ولا ان فيلم اليمونتير بلون، ديريه هكا فوق السنيوه، حطيه ديريكتومون، ما ديريش غير من الفوق وتخليه باسكو ما تهودلكش ليميديتي يعرق لك وما تجيك شابه. شدي داك لو بلاستيك حطيه ديريكتومون فوق الشاميه، وزيدي قيسي فوقها اون سيرفيت سربيته، وخليها 10 دقائق ولا ربع ساعه. من بعد راكي تلقايها شربت كاع ديك الشربات تاعها وطرات السطح الفوقاني، تصيبيه طري وشباب. ديريها الصبح للعشيه تصيبيها ان شاء الله جاهزه.